انا ابو زين مدير وحده غسيل كلي في الريف حماة الشمالي والشمال الغربي. نحن نخدم 13 مريض على الجلسات على ديان، ولدينا 7 قصور حاد بالاضافه الى العياده زرع الكلي لدينا. نحن مدعومون من منظمه سامس بالاجهزه وبعض الادويه، والمنظمه الاسلاميه تدعم بعض الادويه. لدينا بعض الحاجيات، في عندنا نقص بعض المواد الادويه، يعني مثل التهاب الكبد سي وبي، لدينا حالتين التهاب كبد سي. حد الان ما حسنا نحن نامل له العلاج، ومضطرين يمكن يبعثوا على تركيا لحتى يستكمل العلاج. نحن عندنا ماكينتين، واحد اثنين هي سلبي، وعندنا ماكينه ثالثه هي سي ايجابي. عندنا على مدار الاسبوع العمل من السبت حتى الخميس، عندنا ورديتين يوميا، الجلسة 4 ساعات لكل مريض يوميا، بانضباط تام نظامي مع كل المرضى. نحن نخدم قطاع ريف حماة الشمالي والشمال الغربي بكتلة سكانية بحدود 100,000 180,000 نسمة. نحن بحاجة إلى غير المواد الدوائية اللي طلبناها مثل التهاب الكبد أو اللقاح الكبد بي وسي. نحن بحاجة إلى بناء آمن، ويفضل يكون كهف بمنطقة نائية عن القرن نحن فيها، بيكون أفضل لنا وللمرضى، وبالتالي هي ديمومة لعمل المركز. ليه؟ 40 دقيقة.